الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. وهذا الباب فيه مسائل. أول هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب: هل تجوز الأعمال الصالحة للميت أو لا تجوز؟ وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال يجوز العمل الصالح وتثويبه للميت، وأطلقوا وأدخلوا في ذلك كل عمل صالح من صلاة، من صيام، من قراءة قرآن، إلى كل عمل صالح. واستدلوا بأحاديث هذا الباب التي فيها جواز الصدقة عن الميت، وكذلك بعض الأدلة فيها جواز العمرة والحج عن الميت لا غير ذلك. قالوا: إذا جاز في بعض العمل جاز في كل العمل. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني أن الميت لا يجوز أن يثوب له شيء من الأعمال إلا ما جاء فيه إلا ما جاء به النص. وهذا هو القول، هو الأقرب للصواب، أن الأعمال الصالحة لا تثوب للميت إلا ما جاء به النص صريحا، أما ما لم يأتي به النص فإن الأصل عدم تثويب العمل الصالح للميت، لأنه لو كان خيرا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعمله الصحابة. ويدل على ذلك أن في بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستثناء، والاستثناء يدل على التخصيص، وكل ذلك يدل على أن الميت لا يثوب له من الأعمال الصالحة إلا ما جاء به النص في الكتاب أو في السنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية مستدلا بها على هذا الباب، وهي تثويب الدعاء للميت والاستغفار له. وهنا مسألة لا بد أن توضح في معنى تثويب الدعاء للميت والاستغفار له، ما معناها؟ ليس معنى ذلك أنني أدعو وأقول هذا الدعاء ثوابه للميت، وإنما المراد الدعاء للميت، المراد أنك تدعو للميت أن الله يغفر له، يرحمه، يرفع درجته، إلى غير ذلك من الدعاء الذي يكون للميت. هذا معنى الدعاء للميت والاستغفار له، وعليه تدل هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. وهذه الآية جاءت في سياق آخذي الفي، وذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الأول المهاجرين، ثم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يدعون لهم ويستغفرون لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مقتضاه أنه يكون للأموات، يعني الذين جاءوا من بعد الصحابة من التابعين، منهم من أدرك الصحابة ومن أدرك الصحابة، فكل من سبقك فهو ميت. وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على هذا الباب. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن الرافضة ليس لهم شيء في الفي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم ويستغفرون لهم. والرافضة لعنهم الله يلعنون الصحابة، فيخرجون من هذه الآية. وأيضا استدل بها بعض العلم على عدم إيمانهم، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنهم مشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت،
فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أما حديث عائشة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، يعني ماتت فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هذه ميتة، فهل تصل إليها الصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث يدل على أن هذا الحديث مخصص في من تعودت على الصدقة والنفقة، وفي من تعود على الصدقة والنفقة أنه يتصدق عنه. هذا ظاهر الحديث، لأن الصحابي قال لو تكلمت تصدقت. ولكن الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية، وهذا عموم سواء كان يتصدق أو كان لا يتصدق، فدل على أن الصدقة تصل إلى الميت مطلقا، الصدقة تصل إلى الميت مطلقا، وهي من الأعمال المستثناة في الشريعة التي يجوز تثويبها للميت، فمن هذه الأعمال الصدقة، جاء بها النص صريحا. والعمل الثاني العلم الذي ينتفع به، والعلم الذي ينتفع به إما يكون أصالة من الشخص، يكون عالما ناشرا للعلم، فإن العلم يصل إليه بعد موته، لأن العلم لا ينقطع. أنت علمت هذا الرجل مسألة وهو يعلم الآخر، وذاك يعلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإما أن يكون باجتماع الصدقة مع العلم، وذلك بأن يتصدق عن الميت في طباعة الكتب النافعة والعلم النافع، فإن هذا يحصل له الأمران، يحصل له الصدقة ويحصل له العلم الذي ينتفع به. والعمل الثالث الذي يصل للميت بعد موته قال وولد صالح يدعو له، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى. وقد ذكر أهل العلم أن هذا يعني تخصيص ذكر الولد في هذا الحديث من باب الاختصاص والقرب، وليس معنى ذلك من باب التخصيص، لأن الدعاء يصل سواء من الولد أو من غير الولد. ويدل عليه الآية التي ذكرناها قبل قليل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ليسوا من أبنائهم ولا من إخوانهم ومع ذلك أمرنا بالدعاء لهم. فدل على أن الدعاء يصل مطلقا، ولكن إذا جاء من الولد فإنه أحرى بالإجابة، وذلك لأن إقبال القلب من الولد لوالده أعظم في الغالب من إقبال القلب من البعيد على الميت. فلذلك كان الدعاء من الولد الصالح من أعظم الأعمال التي يثوبها الحي للميت. وهذه الأعمال الثلاثة الصدقة والعلم والولد الصالح في هذا الحديث جاء فيها الاستثناء، والاستثناء يدل على التخصيص. أيضا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر هذه الثلاث. وهذا الحديث مما استدل به أصحاب القول الثاني على أن الأعمال الصالحة لا تثوب للميت إلا ما جاء به النص بالاستثناء الذي ورد في الشريعة. ولكن ليست الأعمال مقتصرة على هذه الأعمال الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، لأن هناك حديث أخرى أيضا جاءت فيها تثويب العمل للميت، مثالها الحج عن الميت والعمرة كذلك. ولكن العلماء اختلفوا في الحج والعمرة، هل هي مطلقا يعني الحج والعمرة عن الميت مطلقا سواء حج أو لم يحج، اعتمر أو لم يعتمر؟ على قولين عند أهل العلم، والذي يظهر من الأدلة أن الميت لا يحج عنه ولا يعتمر عنه إلا إذا كان لم يحج أو يعتمر، هذا ظاهر النصوص. وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز تثويب الحج والعمرة للميت سواء اعتمر أو لم يعتمر. ومن أيضا الأعمال الصالحة التي تثوب للميت وجاء بها النص الصيام عن الميت، والمراد بالصيام هو الصيام الواجب، الصيام الواجب إما بالأصل أو بما أوجب المرء على نفسه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه، قال العلماء عليه هنا يدل على الوجوب، إما الواجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو بما أوجبه على نفسه كأن ينذر على نفسه أن يصوم شهرين، أن يصوم شهر، أن يصوم يومين، أوجب على نفسه هذا الصيام فإنه يصام عنه.
فهذه الأعمال هي التي جاءت في الشريعة أنها تثوب إلى الميت، وما سواها من الأعمال التي لم يرد بها النص قد ذكرنا اختلاف أهل العلم فيها، والصواب فيها أنها لا تعمل ولا تثوب للميت كقراءة القرآن ونحو هذه الأعمال التي يفعلها الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.